هذا الطائر هزاز أزرق الزور، طائر جميل زي ما احنا شايفين، الطائر الوطني لدولة فلسطين، وبتواجد طبعا في فلسطين وفي أماكن أخرى. بدنا نروح على منطقة أنا بعرف إنه موجود فيها حيوان بري، ممكن بنزل للاستراحة والتغذية وإلى آخره، لكن هون في المنطقة اللي أنا فيها الآن ما عمري وثقته. هذا طائر الرهو بهاجر بأعداد كبيرة، أنا قريب جدا منه، أي حركة الآن أو أي صوت راح ينتبه ويهرب مباشرة. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من جولات برية. جولتنا اليوم راح تكون في منطقة حرجية، منطقة غابات صغيرة، يعني غابة صغيرة راح تكون. للأسف في فلسطين هذا النوع من الغابات تم زراعته في معظمه، يعني في فترة الاحتلال الإنجليزي لفلسطين أو جزء منه في فترة الحكم الأردني. الأشجار المزروعة هذه غالبها من شجر الصنوبر، وهذا النوع من الشجر دخيل على فلسطين، بالتالي التنوع الحيوي داخل هذه الغابات بيكون محدود جدا. لو بتطلعوا الأرض نفسها يعني ما بيكونش فيه تنوع، والطيور داخل المناطق الحرجية هذه نفسها وداخل الغابات بتكون أنواع الطيور محدود، ما في تنوع. لكن على الأطراف طبعا نتيجة وجود نباتات أصيلة في المنطقة بتلاقي في أنواع من الطيور بتعيش في الشجيرات الصغيرة، طبعا تبعا لنمط غذائها. معظم الطيور اللي راح نوثقها اليوم هي طيور زائرة شتوية لفلسطين. طبعا دائما بذكر وبأكد إنه كثير بيعتمد أنواع الطيور اللي بدنا نوثقها في مثل هاي الجولات على الزمان والمكان. يعني إحنا اليوم في بداية السنة في شهر واحد، إحنا 2021، والمكان بيبعد بضع كيلومترات عن المنطقة اللي سجلنا فيها الحلقتين الماضيتين، الحلقة الأولى والثانية من جولات برية. منطقة بنسميها إحنا هون شفا الغور، منطقة معتدلة، صيفها حامي لكن شتائها معتدل نوعا ما، فبتلاقي فيها أنواع من الطيور مختلفة عن الطيور اللي وثقناها سابقا. معظم الطيور اللي بنوثقها من الحجم الصغير اللي بيعيش داخل الشجيرات. خلينا نمشي لأول محطة. يعني ممكن أنسب مكان هون أجلس مقابل الشجيرة، هاي شجيرة كبيرة نسبيا وعادة بتواجد فيها طائر أبو الحناء. خلينا هاي يبلش يتحرك داخل الأغصان جوا، مش مبين كثير لكن بلش يتحرك شوي صغيرة وبيطلع. طبعا طائر أبو الحناء طائر زائر شتوي، بيجي فترة الشتاء على فلسطين، وفي بعض المناطق محليا بسموه سارق حناء أمه، سارق حناء أمه. زي ما انت شايفين صدره، لون الصدر كأنه حنة، فهاي من الأسماء المحلية له. طبعا في مناطق بنتشر أكثر بكثافة أكثر، ممكن هذا الطائر بيجي من الشمال البارد فبتواجد برضو في المرتفعات، بتواجد في منطقة شفا الغور هون في هاي المنطقة اللي احنا فيها. انا بلشت اسمع صوته هو بالاضافة لصوت التسجيل، ممكن اسكت التسجيل شوي وبعدها اشوف شو بصير. اها هيو طلع زي ما انتم شايفين وبيغرد، يعني ازعجناه شوية لكن بدنا نلتقط
أكمل لقطة وخلاص ننتقل لمنطقة ثانية. أها هي بلش يتحرك، بلش يتحرك بين الأغصان. طبعا أنا من بعد مسافة كافية، يعني بتحرك براحته، بطلع براحته. ممكن التقاطه. بدي اغير المكان على امل انه نوثق طيور اخرى. هنا فقط ابو الحناء، ما شفت طيور اخرى. اها هي طائر ثاني بتحرك، خلينا اشوف. والله شوف هذا الطائر ايش هو. على الطرف تحت دخلة سردينيا. هذا الطائر هو دخلة سردينيا. سريع الحركة، حركته سريعة كثير وخجول أكثر، يعني صعب يظهر بشكل مباشر. شوف بالله. هذا هو طائر دخلة سردينيا، طائر صغير حجمه. الذكر لونه أسود، رأسه أسود، والأنثى لونها سكني. بتميزوا بإطار أحمر على العين، فهذا إشي كثير جميل مميز ل دخلة سردينيا. الآن بدنا نقوم نغير المكان، وإحنا ماشيين ممكن نصادف بعض الطيور. خلينا نتحرك. الآن بدنا نطلع من المنطقة الحرجية هاي، نروح لمنطقة كلها شجيرات بحيث انه امكانية تصوير طيور اكثر. هذه النبتة ما بعرف شو اسمها، لكن الحبيبات تبعيتها هذه اللون الاحمر طبعا هي للتصوير جميلة. كمان هي بتشكل غذاء لبعض الطيور. الان بدي اجلس هون، انا اختار مكان مناسب واستنى. طبعا هون منتشر كثير هذه النبتة، واستنى على امل انه اوثق طيور اضافية. خلينا نستنى. هاي هون برضو مرة ثانية دخلة سردينيا، هون اوضح زي ما انتم شايفين. هذه النبات، نوع من النبات اللي حكينا انه بتغذى عليه. سريع سريع تمكله سريع. خلينا هنا على هذه الشجيرة، ممكن طائر صغير مش عارف، إما بيكون دخلة سردينيا أو طائر ثاني نفس الحجم. هذا طائر أبو قلنسوي، طائر أبو قلنسوي، نفس السلوك تقريبا، ممكن أقل خجلا، ممكن أقل سرعة، لكن متواجد داخل الشجيرات. هذا هو طائر أبو قلنسوي.
هذا طائر أبو كلانسوي الذكر، ما بعرف إذا منتمكن نصور الأنثى، أكيد يعني في المستقبل راح نعمل حلقة عنه خاصة من نوافذ برية. من أسماء الشائعة أسود راس، طبعا واضح ليش اسمه أسود راس، لأن رأسه أسود، فأحيانا محليا كاسم شائع بتلقوا عليه أسود راس. وهي هون كمان زي ما حكينا طائر البلبل شائع جدا هون، هي طائر البلبل موجود بكثرة هون، هذا هو طائر البلبل، طائر مقيم دائم. بإمكانكم تشوفوا الحلقة الخاصة فيه في الوصف. عديت حلقة ضمن برنامج نوافذ برية عن البلبل، بلبل أصفر العجز، بلبل أصفر العجز اسمه. بإمكانكم تشوفوا الحلقة كاملة عنه. لأن في منطقة قريبة هون، هيو هاي في طائر صغير، أيوة هذا الطائر اللي شايفينه هو طائر أزرق الزور، راح أحط الاسم الرسمي تبعه طبعا، شوفوا من كتاب طيور الشرق الأوسط إيش الاسم الرسمي تبعه، هو طائر أزرق الزور، طائر جميل. إذا بتلاحظوا منطقة الرقبة هذه ما تحت المنقار، طائر جميل إذا بتلاحظوا منطقة ما بين عند المنقار لأسفل الرقبة لعند وسط البطن، كل منطقة الصدر هذه منطقة ملونة، شوف كيف جميل جدا. لما بيظهر بيكون هادئ، يعني درجة خجله قليلة، بالتالي بإمكانك تلتقط صور جيدة له. هذا الطائر زائر شتوي، يعني بتواجد طيلة فترة الشتاء في فلسطين عندنا هون. هذا هو أزرق الزور، طائر أزرق الزور، هزاز أزرق الزور، هذا الطائر هزاز أزرق الزور، طائر جميل زي ما احنا شايفين. طيب بكفي هون، يعني لهون بكفي، خلينا ننتقل لمنطقة ثانية. الآن بدنا نروح على منطقة بتواجد فيها عصفور الشمس الفلسطيني ونحاول نوثقه، طبعا بتواجد باستمرار. خلينا نروح ونحاول نوثق هذا الطائر. هاي المنطقة اللي ممكن نوثق فيها عصفور الشمس الفلسطيني، راح اختار مكان اجلس فيه، بس بدي احاول اقرب على الشجرة اللي ما بعرف اسمها صراحة، لكن هذه الشجرة ميزتها انه في مثل هذا الوقت من السنة تزهر. عصفور الشمس الفلسطيني بتغذى على الرحيق الموجود داخل الازهار، وبالتالي إمكانية إنه يجي على الأزهار الآن عالية جدا. خلينا أجلس في هاي المنطقة هون وأنتظر.
هذا هو الطائر، جميل جدا. طبعا ألوانه تتغير حسب انعكاس أشعة الشمس عليه، يعني زاوية سقوط أشعة الشمس تعكس ألوان مختلفة عليه. طبعا عصفور الشمس الفلسطيني اسمه الرسمي المعتمد على الأقل في كتاب طيور الشرق الأوسط تمير فلسطيني، تمير فلسطيني، وطائر فلسطين الوطني، الطائر الوطني لدولة فلسطين، وبتواجد طبعا في فلسطين وفي أماكن أخرى. إن شاء الله راح نعمل حلقة خاصة عنه في نوافذ برية. بتغذى زي ما حكينا على الرحيق الموجود في الأزهار. في فصل الشتاء يعني بعيد توزيع نفسه داخل فلسطين، لأنه في مناطق بتكون باردة، مناطق أكثر دفئاً، بيجي على المناطق الدافئة هذه بكثافة. فأنا بلحظ في المنطقة اللي إحنا فيها هون في منطقة طوباس، محافظة طوباس، إنه بزيد أعداده وبيكون توثيقه أسهل. هذا هو الطائر. هاي هون برضو اجا طائر السرد الرمادي، طائر السرد الرمادي الكبير، احد انواع السرد الموجودة الكثيرة الموجودة في فلسطين. في حلقة سابقة يعني وثقت سرد أحمر الظهر، هذا سرد رمادي كبير موجود في المنطقة هون برضه متواجد. السرد الرمادي الكبير هو أكبر أنواع السرد الموجودة في فلسطين، أو على الأقل اللي أنا وثقتها، يعني حجمه كبير بيجي، مميز من اسمه حتى ببين سرد رمادي كبير إنه حجمه كبير بيجي. خلينا نتحرك الآن، بدنا نروح على منطقة أنا بعرف إنه موجود فيها حيوان بري على ندرتها في فلسطين، على ندرة هذه الحيوانات البرية. للأسف يعني معظمها انقرض، لكن راح نروح على منطقة بيكون فيها حيوان اسمه الوبر الصخري، أو كما يسمى محليا البويري. طبعا هو هذا الحيوان بيعيش في المناطق الصخرية، فخلينا نروح نمشي للمنطقة اللي بتواجد فيها الوبر الصخري، وفي الطريق أكيد راح نلاقي طيور أخرى نوثقها. طبعا هون المنطقة لا تخلو من الطيور المهاجرة، في عندنا احنا توالي الآن، توالي الهجرة الخريفية، فهذا سرب من الطيور المهاجرة الآن بعيد، مش قادر أميزه صراحة. هذا زي ما انتم شايفين هون، بدي أنتظر على أمل إني ألتقط لقطات أقرب وأعرف إيش هو الطائر هذا. هذا طائر الكركي أو الرهو، طائر مهاجر بمر من فلسطين بأعداد هائلة. طبعا ما عمري صدفته على الأرض في منطقتنا هون في منطقة محافظة طوباس، ما ممكن في منطقة الأغوار اللي هو الجزء الشرقي المحاذي لنهر الأردن من فلسطين،
ممكن بنزل للاستراحة والتغذية وإلى آخره، لكن هون في المنطقة اللي أنا فيها الآن ما عمري وثقته. هذا طائر الرهو بهاجر بأعداد كبيرة، طائر الرهو. طبعا المنطقة برضو ما بتخلو من الطيور الجارحة. هذا طائر جارح بعيد كثير، صعب جدا أميز إيش هو، لكن هذا واحد من الطيور الجارحة اللي موجودة في المنطقة. اها، انا شايف طائر الزريقي، ابو زريق، طائر الزريقي او ابو زريق، انا شايفه هناك. بدي شوي. اها، هذا هو طائر ابو زريق او طائر القيق الاوراسي، هيك الاسم الرسمي تبعه، قيق اوراسي او ابو زريق او الزريقي، محليا بسموه زريقي. هذا هو زي ما انتم شايفين الزريقي او ابو زريق، طائر شرس، يعني بوكل غذائه متنوع، لكن من الطيور اللي بتعتدي على اعشاش الطيور الصغيرة، مؤذي بإذي الاعشاش الصغيرة، بتغذى على الفراخ الطيور صغيرة الحجم. الآن وصلنا المحطة النهائية اللي راح نوثق من عندها حيوان الوبر الصخري. انتوا شايفين هون، شوف كل هاي المناطق الصخرية بتواجد فيها. راح اختار مكان مناسب، طبعا هو حيوان حذر، راح اجلس في مكان مناسب وانتظر على أمل أنه يظهر. يعني ممكن هون هذه منطقة تكون مناسبة. بما أننا موجودين في منطقة صخرية، أكيد راح نشوف طائر زائر شتوي آخر، هو هذا الطائر اللي انت شايفينه شوي بعيد، طائر سمنة الصخور الزرقاء، تواجد بين الصخور عادة، بتغذى على الحشرات، ممكن على الحلزون برضو تغذى. هذا طائر شتوي زائر سمنة الصخور الزرقاء.
كمان هاي في طائر ثاني. بس شوية أتأكد. حميراء سوداء، طائر شتوي زائر أيضا، حميراء سوداء زي ما أنتوا شايفين. هاي انتقل لمنطقة ثانية. طائر حميراء سوداء من الطيور الشتوية الزائرة. هاي أول خير، هاي واحد من الوبر الصخري. طبعا هذه الحيوانات تعمل بشكل جماعي، فرد من أفراد المجموعة بيكون معتلي صخرة زي ما أنتم شايفين هون، وفي حالة حدوث أي خطر ببلش يصدر أصوات يحذر أفراد المجموعة الأخرى، طبعا بيختفوا وبعدها بيختفوا. أعداد كبيرة موجودة، مش صعب توثيقه. طبعا راح أخصص حلقة عن الوبر الصخري من نوافذ برية. الآن أنا سامع صوت الوبر الصخري بحذر مجموعته، مش عارف إذا حس بوجودي ولا في حدا جاي من الجهة الثانية. في أصوات طيارات برضو مزعجة. طبعا في من المهددات للوبر الصخري الطيور الجارحة الضخمة، يعني النسر الذهبي بكل بساطة، والعقبان الكبيرة ممكن تصيد خاصة الصغار، صغار الوبر الصخري. مش عارف إذا الصوت وصل لهون، هاي صوته بلش يعلى أكثر وأكثر. بدي أحاول أقترب منه. أكثر وأكثر. طبعا المجموعة كلها اختفت، والوحيد اللي باقي هو هذا اللي احنا شايفينه هون. هو عادة دوره بيكون المراقبة، لكن أنا جاي من زاوية هو مش شايفني فيها. ممكن أقترب أكثر، بدي أحاول أصوره من أقرب نقطة ممكنة. بس لأني واقف مش سهل أسيطر على الكاميرا، وعامل زوم كثير على وجهه. شوفوا هذا هو. هذا هو حيوان الوبر الصخري. أنا قريب جدا منه. أي حركة الآن أو أي صوت راح ينتبه ويهرب مباشرة. أنا بحاول أطلع على المناطق الثانية، ما في إلا هو. كل أفراد المجموعة الثانية تخبوا إلا هو. مش عارف السبب إنه حسوا فيي أنا ولا في حد من الجهة الثانية، الجهة المقابلة، حد ممكن صار أي حركة. في ناس كثير في المنطقة، فممكن إنه حس فيه أو حدا أزعجه من الجهة الثانية وهرب.
هيك يا جماعة بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من جولات برية. بتمنى انها تكون هالجولة نالت اعجابكم، تعرفتوا فيها على طيور جديدة من طيور فلسطين وحيوانات برية جديدة من الحيوانات البرية الموجودة في فلسطين. في الختام بكرر أمنياتي إن هالحلقة تكون نالت إعجابكم واستفدتوا منها، وبذكركم بضرورة الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيه ليصلكم كل جديد. شكرا جزيلا لمتابعتكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة وجولة جديدة من جولات برية. إلى اللقاء.